Assalamu alaikum. Today is night number 19 of Muslim Space Quran, nightly Quran recitation. And I will be reading the remainder of Surah Furqan from Ayah 21 to 77. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ جار مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا لم أتخذ فلنا جالي خاللين لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءنا وكان الشيطان للإنسان جدولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لقول نبأ عدوا من المجرمين وكفى بربكم هاديا والنصير وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن نقصيرا الذين يحشرون على وجوههم إلا جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا قدم رناهم تدميرا
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعدا وثمود وأصحاب الرأس وقرآنا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد آتوا ولقد آتوا على القرية التي أمطرت على القرية التي أمطرت مطر الصفا أفلا يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله الرسول إن كذا ليضلنا عن إليه إليها إلى عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد ظلا ولو شاء لجعله على جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ظليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى
فأبى أكثر الناس إلا كفور. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نظير. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذاب قرية فهذا ملح أجوهم. هذا ملح أجود 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 وجعل وجعل بينهم برزخا وهجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصيرا. وكان ربك قدير. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فكان الكافر على ربه ظهير. وما أرسلناك إلى مبشر مبشرا ونظير. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الهي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن سجد لما تأمرون وزادهم النفور. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار رجل راخل والنهار رخلفة رخل رخلفة رخلفة لمن أراد أن يذكروا أو أرضى شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون
لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها وآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تبع وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون زورا باللغو مرا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرج I ended on ayat 71, and this is juz number 19. Jazakallah.